التحق صباح اليوم بمقاعد الدراسة في ابتدائية شمس الدين الحاج الواقعة ب500 مسكن بولاية سطيف بعنوان السنة الدراسية 2021-2022. في ظل حرص الوصاية على ضمان دخول المدرسي عاد عنوانه الأول احترام الإجراءات الاحترازية وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بالقطاع. الدخول المدرسي لموسم الدراسي 2021-2022 حيث كانت الأجواء ممتازة وفرحت التلاميذ بالدخول المدرسي مع احترام البروتوكول الصحي. استحسان الدخول المدرسي من طرف الأساتذة وكذا أولياء التلاميذ كان ملحوظا. نحن بصدد الموسم الدراسي الجديد لسنة 2021-2022، إن شاء الله الأولاد مستعدون تمام الاستعداد، الأجواء الدراسية أو المدرسية ما شاء الله. بالنسبة للدخول المدرسي كان جد موفق، كل الإجراءات كانت متابعة من قبل الهيئات الوصية، وكان استقبال يعني جد موفق من طرف الأساتذة وسيد المدير. حتى التلاميذ شاركوا الفرحة وابدوا استعدادهم لدخول المدرسيين جاد. وأرجو أن أنجح في مدرستي أنا وأصدقائي. أتمنى للجميع التوفيق والشكر الجزيل للمعلمين. هو دخول المدرسي مؤمن ببروتوكول صحي وهمة عالية لسنة دراسية آمنة.